سوريا. العراق ماذا كانت تفعل في المقاومة؟ عفوا القاعدة ماذا كانت تفعل بالعراق؟ ألم تكن مقاومة؟ المقاومة القاعدة نعم. القاعدة يا سيدي سلاح الذراع السي اي اي الأمريكي في جسد العربي في الجسد العالمي يا سيدي. أنا بدي أسمع بدي أسمع عن عملية للقاعدة ولجبهة النصرة وللمتأسلمين كلهم داخل الكيان الصهيوني ضد عدونا الصهيوني. من 65 سنة لم أسمع عن عملية. حماس ماذا تفعل؟ حماس ماذا تفعل؟ حماس ماذا تفعل؟ بالبراشوت ينزلوا عليها؟ حماس ماذا تفعل؟ كيف بينزلوا على الأنظمة العربية؟ حماس ماذا تفعل؟ الجهاد الإسلامي ماذا يفعل؟ مش إسلاميين هذول؟ الجهاد الإسلامي وحماس. الجهاد الإسلامي يا سيدي طالما لا زالوا في الحضن السوري وبتزودوا من سوريا وجهاد. وأسأل رمضان شلح من زود جهاد الإسلامي بالصواريخ والأسلحة راح يجيبك. وأسأل حماس عندما كانت في الحضن السوري كانت مقاومة وعندما ارتمت في الحضن وطبعا في فصائل داخل حماس ومقاومة وشريفة وإحنا نرفع لها يا سيدي الهامات وننحني هاماتنا. لكن في قيادة استقرت في حضن قطر يا سيدي من سنة 1987 لغاية الآن من عملوا عمليات استشهادية داخل إسرائيل كيان الصهيوني مش إسلاميين مش بغض النظر. لا احنا بنحكي عن القاعدة وعن جبهة النصرة يا أخي. أنا أرجوك جبهة النصرة جديدة ظهرت. جبهة النصرة هي جسد يعني بالحديث السوري هي جسد من القاعدة. طيب وهذول بيدينوا بالولاء للظواهري الظواهري. بس اسمح لي الظواهري أنا متفق معك الظواهري اللي بيرتبط وهو ضابط سي آي. وكنت تقول أسامة بن لادن الشيخ أسامة بن لادن. هلا احنا بنحكي عن القاعدة. شو الدليل عن أنا بدي أسألك شو الدليل إنه الظواهري ضابط سي آي إيه في تاريخه يا رجل طول عمره بشيخ وبصلي كيف والمليارات اللي معه الان قصور العيش فيها. بدي اقول لك شغله اذا سمحت خليني انا ضد الاسلام السياسي اذا سمحت اذا انت مش واصل للنتيجه هاي مش محل خليني اكمل انا ضد الاسلام السياسي اللي يعزف على وتر الدين بالضبط. انا ضده تماما وايضا ضد اي انظمه تدعي انها مقاومه وجزء منها النظام السوري. واحنا كنا احنا فاقدين البوصلة. الأمة العربية فاقدة البوصلة. الذي يتحكم في الإقليم العربي هو تركيا وإسرائيل وإيران. أنا بدي أسأل هذا اللي بيتحكم في الإقليم العربي وأمريكا من وراهم. القاعدة اللي احنا فاقدين للبوصلة تماما يا رجل. القاعدة اللي بتنسبوا لها المقاومة بالعراق وبتنسبوا لها وجبهة النصرة بتنسبوا لها المقاومة بسوريا. لا وسوريا كان لها وسوريا كان لها دور في المقاومة العراقية صح. أنا لا أختلف معك. طب تمام صحيح تمام يا سيدي. القاعدة لا زالت من يفجر قاعد في من يقوم بالعمليات الإرهابية داخل العراق هي القاعدة. يا أخي نحن لسنا ضد القاعدة ولكن أنت ذكرت المقاومة في العراق. قلت لك القاعدة كانت جزءا من المقاومة في العراق وجزءا أصيلا. اسأل أبو صعب الزرقاوي شو كان يعمل في العراق رحمة الله عليه. طبعا شو كان يعمل في العراق؟ والله اسأل المخابرات الأردنية اللي راحوا وكانوا سبب في لماذا صفوه؟ كانوا يقود عمليات ضد من؟ ضد الأمريكان ضد شعبنا. لا 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 أبدا. مين اللي فجر هنا؟ صحيح أتفق معك. هذه غلطة القاعدة الوحيدة أنهم لا يميزون بين أعدائهم ولكن هم جزء من المقاومة. لا هذه غلطة يا سيدي. طيب يعني هذا تنظيم مرتبط كان برضو سي آي أمريكي طبعا. وقتلوا ليش؟ طبعا القاعدة القاعدة أدوات. ليش قتلوا يا سيدي؟ يعني ليش عزلوا حسني مبارك وهو من اكبر العملاء الاداب؟ لا 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 ابدا لا 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 ابدا يا ابو حسان يعني ليش عزلوا اسامه بن لادن او الظواهري؟ خلينا ليش عزلوا اذا سمحت لي اذا سمحت لي يعني ليش عزلوا ماكس؟ ليش عزلوا شاه ايران؟ وليش انتهت مده صلاحيته؟ الشعب السوري هو الذي عزل الشعب المصري. القاعده قوه عظمى. خلينا القاعده اللي انتجتها الولايات المتحده الامريكيه هذا هي حقائق يعني ما عرفت ما عزلوا بشار الاسد على على منطقه. القاعده يا سيدي اداه امريكيه من ضمن الأدوات السوداء اللي بتخوض معارك ضد. سؤال أخير وأنهي الحلقة. هل سيخرج حزب الله مستنزفا من هذه المعارك في القصير وغيرها؟ يعني حزب الله كم مقاتل لديه؟ تعرف معلومات لديك؟ يا سيدي حزب الله لديه ما يفوق 100,000 مقاتل تحت السلاح وسيزداد قوة. يخرج أكثر قوة. حزب الله 100,000 مقاتل. نعم. لديه قوة عظمى إذن في المنطقة. طبعاً قوة عظمى. لديه 100,000 مقاتل. حزب الله بمستقيت المجرد. معلومات إخبارية. لا لا لا. أنت برأيك كخبير عسكري 100,000؟ لا لا أعتقد ما لا يتجاوز 40,000. طيب سيخرج مستنزفا من هذه المعركة. أعتقد أنا ما مجرب بمصداقيته. أطلق تهديدات واضحة وصريحة ضد العدو الصهيوني. أطلق تهديدات بسمعها بتذكرها أخوي العميد هاني باحتلال الجليل الأعلى واستهداف وأولا كانت مهمته الذود عن الجنوب اللبناني وعن لبنان. والآن أعلن أنه منخرط في المشروع في مشروع تحرير فلسطين بالكامل وهو جزء من منظومة المقاومة. إيران سوريا حزب الله سيحررون فلسطين. إيران وسوريا حزب الله في يوم من الأيام سيحررون فلسطين وفلسطين اللي انكفأت بسبب حزب الله. أنا واللي بنت على عيونك إذا يحرروا فلسطين. إذا حرروا فلسطين أنا واللي بنت الجدار العازل أحمد دينجاد وبشار الأسد إذا حرروا فلسطين سأقبل قدمه.
يعني وانا معك يعني وأنا اذا كنت عشت انت انا اجير بالقبر واجير بالدنيا بعدها. انا كمان بنضم لكم لانه بيستحقوا تقبيل الهامات شايف، وبنستحقوا ان ننحني لحر الجولان اول، حر الجولان اول بعدين فلسطين يا سيدي. يعني يا سيدي شوف هذه قصه التحرير وقصه ما لم تتوافر وكنا كل الايدي قبل 40 سنه سيدي الانظمه العميله 40 سنه يا رجل اخي بكره في عندنا الاسد المتاهب اللي حكينا عنه قبل سنه تذكروا، بكره في عندنا صواريخ الباتريوت ستنتشر على الحدود الاردنيه طيب. شايف هاي الحيلوله دون الصواريخ الايرانيه ان تسقط على العدو الصهيوني يا سيدي. خلينا نتخلص احنا من دورنا المرتبط بالامبرياليه الامريكيه واللي بيؤدي خدمه للمشروع الامريكي والمرتبط بالصهيونيه والعلاقه العضويه، خلينا ننتهي منها وخلينا ندعم منظومه المقاومه ونتوقف عن التآمر على شعبنا السوري وقتل شعبنا السوري وبدعوى ارساء ديمقراطيه، هذا كلام عاري عن الصحه. طيب. استاذ العميد المتقاعد هاني العموش كلمه اخيره لك، اي نصيحه اريد نصيحه منك لي سيدي. والله انا بعتقد يعني انه احنا في حال الضياع كأمة عربية، والربيع العربي كان هو يعني من انبل ما حدث في هذا القرن، لكن للاسف تم تشويهه، جعلناه مؤامرة عالمية واصبح يعني قال كل الربيع العربي ماشي ورا الصحفي اليهودي. هذا اتصال من السعودية، اتصال يعني من السعودية، الحكي هذا اللي اتصال اللي من السعودية محمد طلال المنطق. فقدنا الاتصال من السعودية. طب كلمة اخيرة، هل سيحرر فلسطين بشار الاسد بعيدا عن الثوره السوريه؟ اتمنى ذلك لكنه لا لا دعك من الاميات الحقيقه. هل سيحرر على الطريق سيدي؟ على الطريق ان شاء الله. جبهه الجولان انفتحت، ما لم يتحرر الشعب العربي من الانظمه الاستبداد لا يمكن ان تتحرر فلسطين. ولا ذره تراب من فلسطين، ولا ذره تراب من فلسطين. خلينا اول شيء نحرر نفسنا، ما احنا بدانا بالربيع العربي جعلوه مؤامره كونيه، نركع ونهز ذنب للانظمه ونمجدها حتى وصلت الى درجه بعدين نحرر فلسطين. انا بالمناسبه لا امجد نظام، انا بنحاز لشعبنا السوري، انا منحاز للشعب السوري، للجيش السوري. والله اني اتالم شديد الالم لما اشوف الجندي السوري يقتلوا واحد جندي سوري من الجيش الحر او من النصره او العكس تماما. انا اتالم للقتلى من اينما كانوا. يلا اختم بكلمه معك سيدنا يا سيدي. مشروع سوريا المقاوم مستمر. احكي لي كيف راح احرر فلسطين عشان التفاؤل، هيك اعطيني شويه تفاؤل. قول لي كيف راح احرر فلسطين، كيف راح تحرر فلسطين؟ لا انا اعطي الهلال المقاوم، سوريا، حزب الله، ايران والمالكي، احنا نضع خطه وانت تضع خطه يعني نحرر فلسطين. يعني انا بعتقد انا لا اقول لي هيك عشان اتفائل. انا بعتقد يا سيدي انه المرحله اللي كان فيها بسطار العدو الصهيوني، الجندي العدو الصهيوني يقرر حدود دوله إسرائيل الكبرى، هاي مرحلة انتهت. انكفى الكيان الصهيوني وصار يبني جدران عازلة وصارت جاوبني على سؤالي كيف سيحررون فلسطين؟ يعني ستنفتح جبهة الجدران ثم ماذا يحصل؟ يا سيدي في اللحظة اللي انبنى فيها جدران عازلة تحمي الكيان الصهيوني شايف، في اللحظة اللي المقاومة تزداد قوة وشراسة، وفي التحالف الإقليمي سيزداد قوة وشراسة وستنتصر سوريا عبر هاي المقاومة، أمريكا راح تكون تفرج في هاي، ويزداد التحالف الدولي في الوقت نفسه، يزداد الوهن للمعسكر الرأسمالي الأمريكي اللي بيقود المؤامرة على شعبنا السوري وشعبنا العربي، الحلف الأمريكي الصهيوني الرجعي العربي اللي بيخوض معركته النهائية، هي مسمار أول في نعش كل هذا الكيان. وإذا سقط النظام السوري؟ النظام السوري يا سيدي، لأن إذا سقط النظام السوري سندخل في نفق مظلم لا يعلم الله مدى، ستحكمنا القوة اللي تشق الصدور على رأي زعيم المقاومة وتأكل القلوب وتعيدنا إلى القرون الوسطى. الآن المشروع هو مشروع نهضة عربية نهضوي، مشروع تحرري، مشروع مقاوم، مشروع منظومة مقاومة مستمر. هذا المشروع مدعوم بتحالف دولي بيزداد قوة وبيزداد يعني. كنت أنا أسألك عن السيريات، فاتني ملاحظة، أرجوك تسمح لي. فاتني أنا أنوه بدور المقاومة الفلسطينية في الداخل. يعني أنت خليت فيها مقاومة يا رجل، خليت فيها مقاومة. خليت طبعا أنا مؤمن بالمقاومة يا سيدي، ومؤمن بجذوة المقاومة في الداخل الفلسطيني. ولو أنت قلت لي ستحرر فلسطين إن شاء الله، ستفتح جبهة في الجولان وغير ذلك، تابع السيناريو. بعد أن تفتح جبهة في الجولان ماذا سيحصل؟
يعني مجريات معركة أنا بدأت لا سيناريو كيف فرضيات أنت تقول ستحرر فلسطين 40 سنة صبرنا تحرر فلسطين على أيدي الأسد ابنا وأبنا أنت بتتذكر أنا جاوبتك قبل شوي على هذا السؤال بتتذكر بال92 لما بدأت المقاومة اللبنانية وين كان يوصل العدو الصهيوني قلنا كان يستبيح بيروت والآن يا سيدي العدو الصهيوني انكفى وانسحب من الجنوب اللبناني ويبني الجدران العازلة شايف العدو الصهيوني بيعاني من أزمة اقتصادية مركزها القوة الداعمة الأولى الإمبريالية الأمريكية كل المعسكر الغربي وحلف الأطلسي والناتي بعاني من أزمة اقتصادية وعميقة وهذا سبب الهجوم والتشبث بثروات المنطقة نحن بدنا نستثمر هاي الأجواء ونبني قوة صاعدة احنا نترك منظومة المقاومة ونعززها سواء بالداخل الفلسطيني أو في منظومة المقاومة اللي بتخوض في جنوب لبنان وفي سوريا وفي إيران ونتحالف مع القوى الدولية أنا أريد أيضا إجابة أوضح كذلك هل سيخرج حزب الله مستنزفا من هذه المعارك قال لك لا 100,000 مسلح هؤلاء سيخرجون ربما أقوى من البداية أنا بعتقد أنه هو جر حاله إلى مصيدة هو في غنى عنها وبالتالي طبعا أكيد اللي يشترك في هيك معارك راح يضعف لكن بالمستقبل إذا ابتعد عن عما هو فيه بعتقد راح يعود ألقه مرة أخرى لكن أنا بحب أحكي كلمة حول ما يحدث في سوريا يعني سوريا قلب العروبة والقلب النابض فعلا في هذه المنطقة هي سوريا وسوريا أعني لا أعني سوريا كما هي في الخارطة الجيوبوليتيك الآن سوريا الكبرى الشام. المنطقة بلاد الشام وهذه فرصة أنا بعتقد أنها فرصة بجوز أني حالم أنا لكن هذا اللي رأيي هي فرصة لنظام بشار الأسد أن يخرج من هذه الأزمة معافى هو شخصيا وتكون هنالك مبادرة والأردن يكون فيها طرف رئيسي مجلس النواب النظام مع مجلس النواب الشعب السوري ويبادروا إلى إعادة سوريا الكبرى مرة أخرى تحت النظام الملكي الدستوري قرأت الملك يملك ولا يحكم قرأت هذا في أليس في بلاد العجائب ربما يمكن ما أقول لك أنا بحلم أتمنى أن يكون هذا الحلم حقيقة لن يحصل حتى لا سيحصل وإذا لم يحصل بعون الله سيحصل خلال سنتين ثلاث سأقابلك أنا هنا في البرنامج ولا 10 سنوات أنا مش راح الحق والله عليم الله يعطيك الصحة وتطرد العميد المتقاعد هاني العموش الباحث الاستراتيجي والمفكر كذلك والناشط السياسي شكرا جزيلا لك سيدي كل الحب أيضا للعميد المتقاعد الذي يعني وسع لي صدره ناجي الزعبي المفكر العربي والباحث والناشط السياسي شكرا جزيلا لك شكرا سيد عبد المجيد على محاضرته الجميلة يعني الرائقة وكل الحب والاحترام لمن كان معي وتابعني أنا طارق حامد كل سبت 2-4 ألقاكم عبر النور مينا الفضائية تصبحون على خير